بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. مش هكون مبالغ أبدا تماما نهائيا لو قلت لكم إن الراجل اللي قاعد جنبي ده هيبقى مفاجأة. مش هكون مبالغ أبدا تماما نهائيا لما هنقعد كده نتكلم مع بعضينا ونحكي شوية حواديت وحكايات وروايات، هتقولوا لي لا ده الراجل دوت لازم يبقى موجود معاك دايما. بيني وبينكم الثلاث اربع ايام اللي فاتوا دول اتخنقت اتزهقت، فقلت اجي شرم الشيخ نغير جو انا وولادي وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده. وبمحض الصدفة الكاملة اتعرفت على شخصية بسيطة قوي قوي، قاعد بتعامل مع واحد معرفش مين ده، فلقيت راجل طيب كده وبنتكلم وبنحكي مع بعضينا وبتاعه مش عارف ايه والكلام ده. وبعد ما خلصت القعدة اتفاجئت انه علم من اعلام السياحة الخارجية اللي موجودة في مصر من الاقصر. الاقصر، يبقى اعرف على طول الطيبة لما اقول الاقصر ولما اقول اسوان يبقى نتكلم على طول فين؟ في الطيبة، في المجدع، في المرجلة، في الناس اللي اتربوا على السياحة، الناس اللي طلعت بدراعتها من تحت. الناس هنا بيقولوا له يا مستر، ولما قعدت معاه لا مستر ايه ولا مستر ولا حاجة. التانيين قالوا له يا حاج، حاج مين؟ ولا مستر ولا حاج. امال طلع ايه؟ طلع عمدة، طلع عمدة من العمد، رمضان حجاج، واحد من الجامدين قوي في السياحة في بلدنا مصر ومن الأقصر، وواحد ابن بلد قوي فوق ما تتخيلوا. هنقعد نتكلم مع بعضينا، بس امسي عليه الاول. مساء الفل عليك. مساء الخير يا عم، نور الدنيا كلها. ده نورك انت. الضحكه دي بقى تشوفها طول الحلقه طول الحلقه. انت مهندس طيران؟ انا مهندس طيران مدني من زمان طبعا. بعدين علي صوتك شويه. اشتغلت 6 سنين. لا ما بتكسفش، الناس كلها حبايبنا، كل الناس دي زي الفل وبلاد مصر حبيب. واحنا ابناء مصر ودول بلدنا، يعني كلهم صعايده وعيال عمنا وعيال خالنا وكلهم حبايبنا يعني. حبيب. بس كنت مهندس طيران مدني. ايوه. كنت اشتغلت شويه في مطار القاهره. ايوه. بعدين سافرت فرنسا تبع الدولة. وبعدين رجعت اشتغلت في مطار الأقصر. وسنة حاجة وثمانين 86 قررت اترك الهندسة واشتغل في السياحة. لا واحدة واحدة عليا، عشان انت ايه بتنقل بسرعة. يعني انت اصلا خريج هندسة، هندسة ايه بقى؟ منوف تليكومنيكيشن. منوف. واشتغلت في هندسة الطيران. انت اشتغلت في هندسة كم سنة بقى؟ اشتغلت 5 سنين مهندس. طب ايه اللي خلاك تنقل فجأة كده من هندسة لسياحة؟ تصدق بالله العظيم لا اله الا الله، انا كمان راجع من بعثة في فرنسا، كنت اصغر واحد سافر فرنسا على حساب الطيران المدني. ما شاء الله. على مشروع الكانك اللي هو بتاع الابروتش والطيارات لما تعمل لاندنج والحاجات دي. احنا بنتكلم في مشروع عملاق. بتاع الدولة. وعملناه زي الفل وكل حاجة. بص انا كنت سهران في ليلة كده، فقابلني واحد ياباني صاحب ابويا من سنين. ايوه. قال لي هذا رمضان انت شغال ايه؟ قلت له شغال مهندس. قال لي ايه ده، انت اتجننت ولا ايه؟ انت لازم تشتغل في السياحه. قلت له اشتغل في السياحه ازاي؟ قال لي بتاخد كام مهندس؟ قلت له باخد 72 جنيه وشويه مش عارف ايه. انت عارف في اول الثمانينات كانت الحاجه كده. ايوه. قال لي ايه رايك تعال اشتغل معايا، امسك الشركه في الاقصر واعمل لك اوبن سالري. يعني مرتب مفتوح. رب مفتوح. كان عندي 28 سنة. طبعا الحياة تحب بقى انك انت تقامر. فقامرت بكالوريوس الهندسة يا ريس. بالمذاكرة بالعلم بكل حاجة. وقلت انحر. بس انا من عيلة سياحية، عندي باك جراوند كعيلة. لكن ما كنت زمان بضحك عليهم هم اللي بيشتغلوا في السياحة. الطيارة اتأخرت وباد ويزر ومش عارف ايه والحاجات دي. فقررت اخد الريسك. قلت خد الريسك بقى يحصل لك ايه. قلت مقدم استقاله من الطيران المدني.
واشتغلت في الشركة الياباني دي بتاعت واحد صديقنا مصري معاهم ونجحنا سوا واشتغلنا سوا واخترعنا. ابتديتها ايه بقى؟ ابتديتها مدير على طول ولا اشتغلت مندوب الاول ولا؟ بدأت مندوب يعني كده ابزورفر بس انا كنت زي يعني ايه ابزورفر؟ لا يعني ترجم لي. ملاحظ على الولاد المناديب اللي معايا. بعد كده بقيت مدير تقريبا مدير الشركة بدري، كنت صغير 27 سنة. 27 سنة. كم سنة دلوقتي عندك يا حاج؟ 63 سنة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بس شكلك يبقى أصغر من كده. أنا عشان كنت بلعب كورة زمان وبحب الناس الحلوة و... ما احنا هنتكلم وكل حاجة. هنتكلم. طيب ما شاء الله عندك إيه دلوقتي يعني منشآت سياحية؟ منشآت سياحية عندي فندق فايكنج كلاب اللي في شرم الشيخ. حاجة برضو محترمة كويسة. هتعزمني طبعا هناك. الفندق ده أنا كنت اخترعت حاجة أول مرة تعمل، جا واحد من أمريكا. أيوه. قال الراجل اللي فكر يعمل الكومباوند ده كان هاف كومباوند فندق لازم يدرس في معهد سياحة. تمام. فأنا اخترعت الفندق ده، اشتريت 23 فيلا دول حولتهم فندق ل 154 مكان. وتعبت فيه ليه؟ أول حاجة أنا مش على البحر، سكند لاين. تاني حاجة صعب إنك تقوم بيه، بس أنا خدته تشالنج لأني كنت حابب. أيوه. المهم كل الناس قالك هيفشل. الفندق ده من 2007 ل 2013 كله ايطالي. كان التلانية بيعشقوه. احنا بعنا فكر ازاي يبقى عندك سمكة صغيرة تطلع حوت. تمام. طيب جنب الفندق عندك ايه تاني؟ عندي مراكب في الاقصر واسوان في النيل. عندي حاجات بقى 5 نجوم دولوكس. تمام. عندي يعني شركة سياحة. عندي حاجات الحمد لله يعني بفضل ربنا. نجحت ازاي؟ نجحت بص، اول حاجة ما استلفتش من البنوك. حلوة. تاني حاجة كنت عندي يعني انت فلوسك كلها مفيش ولا جنيه من بره. ما استلفتش من البنوك. تاني حاجة كان عندي حاجة اسمها مصداقية مع اصحاب الشركات العالمية بره. لو قلت كلمة كلمتي عقد. لأن الأجانب ما بيهزروش. اللي ماشي ستريت بياخد عينيه. ما تمشيش عدل، لا خدها على دماغك. مش عمرنا ما حطينا إيدنا في جيب حد. دي حاجة. الحاجة التانية أنا استثماري في البشر. حلوة دي. أنا ما يهمنيش أكسب كام ويبقى معايا كام وأبقى البي راح والبي جاي. أنا يهمني هشغل كام. مشغل كم عندك في مشايعك دي كلها؟ كمان ايام ما كنت في قوتي، ما هو خلي بالك برضو الدنيا، كان عندي 1300 موظف و90% منهم من بلدي. تمام. ايام ما كنت في قوتي. بس ما تنساش ان بلدنا دي تعبت في السياحة. حتى النهاردة كان رئيس السيسي بيتكلم بيقول والناس اللي اشتغلت في السياحة ليها 10 سنين تعبانة وكده، وحاسس بينا الرجل طبعا. فبلدنا تعبت في السياحة، فاحنا وقعنا معها برضو. وقعنا، وفي نفس الوقت بقيت العمالة مش هي، مشاريعنا مش هي، شغلنا مش هو. فدلوقتي حوالي تقريبا بتكلم في 250-300. بس انا شايف يعني عندي احساس كده ان الدنيا جاية في شرم، والدنيا جاية في السياحة، والدنيا جاية. الدنيا هتيجي طول ما احنا عندنا رؤية كويسة ومصداقية في البروميسنج، في الوعود. فلازم يبقى عندنا اتنين. تمام. حاجة من الاثنين. احنا اولا النهاردة عشان تفتح فندق اوضته تكلفة عالية. الكهرباء عالية. العمالة عالية. المية عالية. كل حاجة عالية. فبالتالي ما عندكش الفوليوم الزحمة اللي هتقدر تجيلك تنافس بيها المناطق اللي جنبك اللي زي تركيا، تونس، مش عارف ايه، لان التكلفة اقل. فاحنا بنعاني الامرين يعني. بس في نفس الوقت احنا مصريتنا غلبة علينا. احنا يهمنا ايه؟ نقف. ما نجريش. نستثمر في بلدنا. نبقى ايه؟ بنحب البلد. طب تقول ايه لشباب البلد؟ اقول لشباب البلد you can't run before you walk. ده مثل انجليزي بس هترجمه لك. ما تقدرش تجري قبل ما تمشي. فلازم تمشي الاول. يعني ايه؟ انت ما بتجيب بيبي صغير بتقوله تاتا تاتا، وبعد كده بتمشيه، وبعد كده بيجري.
احنا شباب البلد عايز يجري ويبقى مليونير بعد بكرة. مش هتيجي دي. لازم تمشي شوية وتكافح وتبقى عندك ارادة قوية وعندك. احنا شباب بلدنا زي الفل، عايزين بس قدوات وعايزين ناس دماغها حلوة تقعد مع الشباب دي. احنا كنا زمان في الاقصر في بلدنا نقعد مع الشباب على هاوي، ايه يا ابني انت عايز ايه، عايز تشتغل ايه، عايز تعمل ايه، عايز تعمل ايه. كان في قدوة، في ناس بتحب ناس. لكن النهاردة الفجوة عالية، لكن شباب البلد ده يقدر ينتج قد كده 100 مرة. بس اهم حاجة يكون عنده مصداقية وايه ويمشي الاول ما ينطش. مش هتعرف تنط من غير ما تعدي السلالم. تمام تمام ده رأيي. تمام. ودي الحلقة الاولى خلصت كده. كده الحلقة الاولى خلصت صح كده. يعني انت كده راجل بتاع سياحة بس ولا ليك في الكورة؟ ليه في الكورة جدا كمان يا راجل. والله اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي طبعا. زملكاوي. ومالك بتوطي صوتك يعني؟ ما تخليك كده فخور بزمالك. انا فخور بس الاهلاوي اصل ايه بيشتموا كتير بس بحبهم. لا مش هيشتموا، الاهلاوي مش هيشتموا والله. بيشتموا ليه؟ لا بيشتموا لك الزملكاويه ايه المشكله ما بين الاهلي والزمالك؟ لا استنى بس قول لي الاهلاوي هيشتموا ليه؟ انت غلطت فيهم في عام. ما انا بقول زملكاوي هم الناس. انت بتوطي صوتك قوي. انت زملكاوي زملكاوي عندهم في دماغ الأهلوية أقيموا عليه الحد. فعم خليني بعيد عنه. فبس أنا زملكاوي أفتكر زملكاوي. بعد كل ده أفتكر. أنت خلصت على أفتكر. لا حبايبي ضربوني في ماتش الترسانة زمان سنة 74. الواد محمود عوض جايب جول من نص السنتر. وانا الوحيد اللي كنت في المدرج زملكاوي. وكان ماتش على ايه مين ياخد الدوري. الواد جايب الجون بيزغرق. كانت ترسانة والاهلي. الواد محمود عوض طلع بالكره من نص السنتر جايب جون داخل في اكرامي بيزغرق من نص سنتر يعني ايه بره الاوفسايد. الزنكلوني رفع الراية حسب اوفسايد. حتى علقت موتة تامر. لا والله عشان انا ايه هكت على الحجم. قالوا لي اسكت. قلت لهم يا عم انا جايب السعيد لسه. حاجه مسخره يا راجل. والله يعني انت اول ضحايا. ضحايا الاهلي 74 ده انا كان عندي مثلا بنتكلم مثلا مواليد 58 يعني كان عندي 15 سنه ولا 14 سنه. تقريبا كده. خدت علقه موت. كنت بلعب كوره. تلعب كوره؟ كنت بلعب. كنت تلعب ايه بقى؟ كنت بلعب عارف نمره 10. يا راجل انت بقى. انا كنت بلعب بكمل بقى. انت زمان كانت 4-2-4 يا ريس. ايوه يا معلم. فكنت بلعب انا ايه انسايد ليفت. كان نمره 10 كان بيبقى انسايد ليفت ساعتها. ما كانش بيبقى ايه ال 4-3-3 اللي هو نمره 10 بيكمل على راس الحرب. تمام. 4-2-4 وينج رايت وينج ليفت وانسايد رايت وانسايد وغني يا توت وغني يا كان مسخرة. والله كان كرة ايه الكرة بطء بقى واللي يلف بالكرة وعبين ما تش عايز يشرب كوباية شاي وعايز مرارها والحاجات دي كانت كرة ايه. لا والكرة ايه كانت متعة يعني. واحد طلع مثلا برا ال برا ال يا رجلي ولع له سجارة. حضرت ايام صعبة. لا حضرت ايام فظيعة. طب قول لي بقى مين من الزمالك بيعجبك كلاعب كورة يعني على مر الاجيال كلها يعني؟ على مر الاجيال طبعا انا مثلي الاعلى وكنت مربي شنبي وعامل شعري حتى مره دخلت نادي الزمالك بالغلط افتكروني هو كان حسن شحت. والله ده كان نمبر 1 بالنسبه لي. تمام. انا اتفرجت على حسن شحت كان جاي من الكويت ايام لعب المنتخب مصر بطوله افريقيا 74 وكانوا بيتمرنوا في استاد القاهره. انا كنت في ثانوي في مصر الجديده. فكنا بنزوغ من المدرسة نتفرج على التمرين. فرجت على حسن شحاتة مش نجم يعني. انا فاكر حاطط جون في 74 واخد الواد وطلع بيه يعني 74 احنا خسرنا بطولة افريقيا اوانت. بالظبط كده. ففي
لا جيل عظيم طبعا. مين تاني على مر الاجيال بقى يعني؟ انا اول ما انت شفتني انا اتفاجئت ان انت عرفتني بصراحه. عرفتك طبعا، انت كنت بكرايت محترم يعني. الله يكرمك. وبعدين مين تاني من اللاعبين من لعيبه الزمالك على مر الاجيال؟ طبعا حازم امام. طبعا طبعا فاروق جعفر. طبعا علي خليل. علي خليل ده ما خدش حقه بس لعيب عالمي يعني. علي خليل كان سبع عصره بسنين. طبعا عبد الحليم علي طبعا. مش عايز انسى حد يعني. احمد عبد الحليم طبعا. طبعا. طب مين من الاهلي بتحبه انت؟ احب الاهلي، احب في الاهلي الخطيب مصطفى عبده. احب صفوت عبد الحليم. كنت احب روقان صفوت ولفت صفوت وبسط صفوت واحمد عبد الباقي. لا يعني مش قوي بس كنت احب اللي بحبهم يعني. اصل انا ايه مايل للكوره اللي فيها متعه. ما هو اي زملكاوي يحب الفن. اي زملكاوي بي زملكاوي من صغره يبقى فاهم كوره، فاهم حركه باصه كذا. الاهلي نادي جماهيري ونادي بطولات. الزمالك نادي متعه. احنا ممكن نبقى خسرين ماتش ومروحين متكيفين. متفرقش معانا احنا الزملكاويه. احنا يفرق معانا يعني كسبين ماتش ولعبنا زي الزفت تلاقينا بننقض ايه الزفت ده. فالنهارده الزمالك بيلعب الكوره اللي انت بتمتعك. الترقيصه الحلوه، الباصه الحلوه، العيال عارف في فرق في كره الزمالك. تمام. يعني يجي بعديه كره الاسماعيلي حلو، انما الاهلي بطولات. الاهلي عنده الحاجه اللي هو بدا هيديكوتي حطها في الاهلي في 74 اللي هي الباور، قوه اللعيب. بداها بمجدي عبد الغني طبعا. يعني مجدي عبد الغني لعيب مصنوع مش لعيب موهبه. بس لعيب مصنوع ممكن يزعل مني ولا كلمه مجنون. بس لا عسل على فكره. بس مجدي زينا كده كابتن مجدي. انا قابلته بعدين في قصه تانية دي. فمجدي عبد الغني لعيب، اول لعيب اتصنع وعارف يعني ايه هاف ديفندر. كان عمله هيديكوتي. فظهرت لما المدرسه دي تطلع. فاكيد الجيل الثاني والجيل الثالث والشباب بيلعبوا نفس الاتجاه. فالاهلي طلع باور. روح تقصد روح. روح روح والقوه. لكن ما طلعش فن. الزمالك يعني ممكن انت تبقى ضارب حجرين بره وايه وبتلعب كره حلوه ما بزعل هنا. حجرين سيجا طبعا. سيجا حجرين سيجا طبعا. ما صوتش الزمالك ايه بقى فن وباص وموت حكايات وتفرج يعني. انت زملكاوي تلاقي الزمالك جايب 2-0 وبيلعب وحش مش مبسوط. وممكن يبقى مغلوب ويبقى مبسوط. مش حكايه روح بس. في تكتيك كده يعني. عارف من ايام حسن شحاته. من ايام فاروق جعفر. من ايام احمد عبد الحليم. من ايام الناس دي كلها. اي انت بيلعبوا. بيلعبوا كده. قول لي طيب مين من اصحابك قوي من لعيبه الكوره والجماعه اللي شغالين في الكوره؟ والله انا اصحابي انا بص اقول لك على حاجه ممكن ايه تزعل الناس مني. انا عارف عامل زي البترفلاي، تلقاني وما تلاقيني. يعني ايه البطافلة؟ لا يعني بسافر كتير كنت. برحالة يعني. ما لازم معارض فعساس ايه ما بيبقى ليش كده شلالية. بس لما بتيجي فرصة نعرف بعض يعني. انا يعني انا اعرف مجدي عبد الغني قابلته في الانتخابات لما كان نازل انتخابات اتحاد كوة. كان عيط والقلب بتاع. والواد اخويا محرم كان جايب التيم اللي هم الجمعيه العموميه بتاعه الصعيد كلهم حوالي. اخويا كان ماسك رئيس نادي الشعب. ده فلوس. هو ده فلوس. فكان عملوا كده كومبينه الصعايده وقفوا جنب بعض الاول. فايه زلت اتحاد الكوره بقى. الباشمهندس هزت اتحاد الكوره. الباشمهندس هاني تبص تلاقيه انا بعيد. كانوا بايتين على المركب عندي في المعادي. كويس. فيجي الباشمهندس هاني ابو ريده يقعد. يبقى نجحوا فلان ونجحوا فلان ومش عارف ايه. مجدي عبد الغني ايه يدخل يقول لك انا من هنا وجدي مش عارف مين وخالي مش عارف الشيخ عبد. كله مشي يا ريس. بس ونجحت القائمه ديت عندك ونجحت يعني الانتخابات دي الطبخه بتاعتها. والطبخه بتاعتها اتعملت عندك في المركب. كان جزء في المركب وجزء تاني في نادي كده في 6 اكتوبر او فندق في 6 اكتوبر.
تمام. بس كان عندي في مكتب يعني لو برضو باشمهندس انا بريد اكيد هيعرفني لما يشوفني معاك على الشاشه، والناس دي كلها شافتني يعني طبعا. وكنا بنضحك برضو، وانا كنت انا شايف الناس بتقطع بعض على ايه ايه اولاد يعني في ايه مثلا من انتخابات اتحاد الكوره دي بيزنس مش عارف، انا ناس ما اشتغلتش في بيزنس الحكومه كله خاص كله فلكن الناس ايه كلها تعبانه، هل برستيج هل ايه مش عارف. طب ايه التكنيك؟ انا ما شفتش حد لبس شورت وفانا نجح. لا ليه؟ لا هو حلم. لا حازم امام ومجدي عبد الغني وايمن يونس أيوة. كل دول ما كانش. لا انا ايوه بس انا اقصد يعني الانتخابات يعني تلاقي ده رئيس نادي مش عارف ايه يعني ما شو يعني مش شفتوش لاعب مثلا يعني. ملاش علاقه ملاش علاقه انه يكون لاعب من انه يعني عندك مثلا في النادي الاهلي المهندس محمود طاهر ما لعبش كوره انما حقق نجاحات مثلا كبيره. المهندس محمود طاهر ده من احلى الشخصيات في الدنيا. تعرفه؟ انا افكره بيا بس هو ممكن يكون نسيني. محمود بيه طاهر ده مكتبه هو ورا نادي الهوبلس. انا كنت مره هو كان معزوم في الاقصر على مركب اسمها تيلي ستار قبل ما يبقى في النادي الاهلي، وكان عضو مجلس اداره لسه حاجه صغيره شاب كان بيتكلم في الثمانينات. فانا كنت الشركه بتاعتي اللي بتسيرفس عليهم. فقابلته وصرت معاه شخصيه جميله ودمه خفيف، والراجل عزمني على مكتبه ورحت مكتبه وسلمت عليه، وراجل متواضع جدا والناس دي من الناس النادي الاهلي. سر تفوقه طالما جبنا بقى سيره المهندس محمود طاهر والكابتن محمود الخطيب والى اخره، سر تفوق النادي الاهلي الاداري ايه؟ والله وانت راجل اداره برضو. طبعا بص الاداره اول حاجه لازم يبقى سرها جوه الاوضه ما يطلعش بره. فالاهلي بيحافظ على اسراره ومشاكله، كل النادي عنده مشاكل اكيد. فاساسا بيقدر يعني يحكم ادارته يعني يعني حاكم كويس يعني. انا مثلا الله يرحمه محمود بيبقى جنيد، انا شاري انا عندي فيلا جنبه يعني في الساحل الشمالي في الكومباوند بتاعه، كل الكومباوند اهلاويه الا انا برضو 110 فيلا. كانوا كل ما يجيبوا لي الحته دي بقى يمكن يزعل منها الرئيس الكبير، كل ما يجيبوا لي مثلا ايه عليك ميه عليك نور، فالمهم ان اتنين زملكاويه انا ووزير الاتصالات السابق عقيل بشير ده زملكاوي ده حالاتي، احنا الاتنين اللي عندنا فيلا اللي هناك زملكاويه، الباقي الكومباوند كله اهلاوي. فطبعا في الصيف بيبقى بطولة افريقيا مش عارف ايه، اما الاهلي بيتغلب كله بيتقلب علينا. يجيبوا لنا بقى ايه ميه زياده مش عارف ايه زياده. فكل مره اتخانق الله يرحمك يا محمود بيك الراجل دمه خفيف قوي، تقول له بقول لك ايه انا بعت الفيلا للسيد المستشار مرتضى منصور هجيبه يطلع عينيكم عشان انا بحب الراجل ده برضه. بحبه بصراحه. بحبه مرتضى طبعا. ليه؟ عشان ذكر برضو بيتكلم كان على الزمالك بقلبه وحب وكده طبعا ليها فوات وليها فوات، بس كلنا بشر يعني كان راجل جميل يعني. كل ما بتقولها في وشي كده لا وانا كل ما